الدبل وورد. في عندي الاوتبوت ادريسنج، الاوتبوت عندنا بالنسبه لسيمنز بياخد الرمز كيو وبعدين اكس دوت واي، على اساس ان هنا الاكس اللي هي بايت ادريسنج، اللي هي اول ادرس في اللي موجودين عندنا، والواي اللي هو البت ادريسنج. يبقى انا لو عايز اقول فور اكزامبل عندي كيو 1.0، يبقى انا عندي دي البايت رقم 1 البت رقم 0. فور اكزامبل كيو 1.0. طيب انا ممكن اتعامل معاها بنظام البيت زي ما عملنا كده، ودي بتتراوح زي ما قلنا في الرينج بتاع السي بي يو اللي موجود عندنا. لو رجعنا لمواصفات السي بي يو هنعرف ازاي ايه الماكسيمم ادريسنج اللي موجود عندنا. كمان ممكن نعبر عنها بالبايت ادريسنج. البايت ادريسنج يبقى هاخد الكيو وراها حرف البي، فور اكزامبل كيو بي 1. كيو بي 1 معناها الكيو بايت او الاوتبوت بايت 1. الكيو هنا لو اتعامل لو انا بتعامل بالانجلش فيرجن، لو انا بتعامل بالجيرمن فيرجن بتبقى A وليست كيو. لو انا هتكلم على الوورد بتبقى الكيو دبليو فور اكزامبل 1. الكيو دبليو 1 دي معناها ان دي الكيو بي 1 والكيو بي 2. يبقى اذا الادرس الاولاني اللي موجود عندي دون ده الادرس الخاص باول بايت في اللي موجود عندنا. ممكن نقول كيو دي، كيو دي 1 دي معناها الكيو بي 1، كيو بي 2، كيو بي 3 وكيو بي 4. يبقى انا عندي ببدا بقى ببايت بلس 4، يعني بيبقى طولها 4 وستارتنج من اول ادرس موجود عندنا. طيب احنا قلنا نوع تاني عندنا اللي هو الميموري ادريسنج. الميموري ادريسنج بتاخد الرمز ام اكس دوت واي، وبرضو اكس هي البايت ادريسنج، والواي اللي هي البت ادريسنج. فور اكزامبل انا هقول مثلا ام 10.2 10.2. لاحظ ان الواي ادريسنج بيتراوح من 0 لغايه 7، لان البايت ما بتحتويش الا على 8 بتس، فيبقى من 0 لغايه 7. ممكن برضو تبقى بايت اقول ام بي 10، ممكن تبقى وورد اقول ام دبليو 100، ممكن تبقى دبل وورد اقول ام دبليو 120. وزي ما اتكلمنا قبل كده قلنا ان الوورد معناها ان دي الام بي 100 وام بي 101، ودي معناها الام دبليو 120 والام دبليو 122. بمعنى تاني هي نفسها الام دبليو ام بي سوري ام بي 120 والام بي 121 والام بي 122 والام بي 123. ده بالنسبه للميموري ادريسنج. في عندنا نوع تاني من الميموري اللي هو اللوكال ميموري. الميموري اللي فاتت الاولانيه اللي هي بتاخد الرمز ام دي كان ممكن نسميها الجلوبال ميموري. في نوع تاني اسمه لوكال ميموري ادريسنج. الميموري اللوكال دي بتبقى داخل الفانكشنز اللي احنا بنتعامل معاها، لكن الرمز ام ده بيبقى في البرنامج كله اللي موجود عندنا. اما الرمز اللي جاي بعد كده اللي هو بياخد الرمز ال اكس دوت واي برضه بنفس الستايل اللي احنا ماشيين بيه من ساعتها، بحيث ان الاكس هي البايت ادريسنج و الواي اللي هو البيت ادرس.
عندنا على سبيل المثال L1.2 وممكن تبقى بايت نقول LP0 وممكن تبقى وورد نقول LW4 وممكن تبقى دبل وورد نقول LD10. نفس الكلام اللي قلناه قبل كده بينطبق على ال L. في عندنا الداتا بلوك ادريسنج. الداتا بلوك ادريسنج احنا اتعاملنا قبل كده وقلنا ان من انواع البلوكس اللي احنا بنتعامل معاها باشاره سريعه، لسه هنتكلم عليها بعض التفصيل في مئات ان شاء الله. قلنا في عندنا انواع البلوكات اللي موجوده عندنا، في منها البلوكات الخاصه بالبيانات. البلوكات الخاصه بالبيانات بتاخد البلوك نفسه بياخد الرمز الدي بي. ممكن البلوك يبقى رقم 0 رقم 1 رقم 2 رقم 10 فور اكزامبل، هيبقى دي بي اكس، هنسميها رمز تاني غير الاكس على اساس ان احنا هنستعمل الاكس بعد كده. دوت معنى كده ان الاولاني دون دي بي واي، يبقى كده ده رقم الداتا بلوك اللي انا بتكلم عليه. في بعد كده عندي مني نفس الانواع من الادريسنج، ممكن اقول الدي بي اكس دي كده، لو انا شفت الرمز اكس وبعدين زد على طول دي بت ادريسنج، وهنشوف ازاي نعملها دلوقتي. في عندي دي بي واي دوت دي بي بي زد، احنا هنعمل هنا اهو زد دوت في، هنقول عندنا دي بي واي دوت دي بي دبليو زد، نقول عندنا دي بي واي دوت دي بي دي زد. ايه بقى الرموز اللي احنا حطيناها دي؟ احنا قلنا الواي هنا اللي هو البلوك نمبر، ده رقم الداتا بلوك. فور اكزامبل ممكن يبقى داتا بلوك 10، ممكن يبقى داتا بلوك 20، ممكن يبقى اي نوع او اي اسم من اسماء الداتا بلوكس اللي احنا ممكن تبقى موجوده عندنا. الزد هنا اللي هي البايت ادرس، يعني فور اكزامبل دي بي 10 دوت دي بي اكس 10، يبقى احنا كده بنتكلم على البايت رقم 10 البت رقم. طالما قلت دي بي اكس يبقى هنا بت، البت هنا بتاخد رمز من 0 لغايه 7 فور اكزامبل دي بي اكس 5، يبقى هنا انا بتكلم على البت رقم 5 في البايت رقم 10 في الداتا بلوك 10. طب لو انا عايز اتكلم بس على مستوى البايت، على مستوى البايت، يبقى انا عندي هنا كبايت فقط هقول دي بي 10 فور اكزامبل دي بي بي 20، يبقى انا بتكلم هنا على البايت سوري رقم 10 في الداتا بلوك 10. لو انا عايز اتكلم على الوورد هقول فور اكزامبل دي بي 25 دوت دي بي دبليو 12. لو انا عايز اتكلم على الدبل وورد هقول فور اكزامبل دي بي 1 دوت دي بي دي 30. لاحظ ان احنا كده اتكلمنا دلوقتي على البت، اتكلمنا على البايت، اتكلمنا على الوورد، اتكلمنا على الدبل وورد. زي ما قلنا ده رقم الداتا بلوك، ده رقم البايت ادرس سواء كانت 10 او 10 او 12 او 30. لو انا عندي بتكلم على مستوى البت يبقى لازم احط البت ادرس اللي هو هنا دوت 5. لو انا بتكلم على مستوى البايت يبقى هنا بي وما فيش دوت ولا في اي حاجه بعدها. لو الوورد يبقى دبليو، لو الدبل وورد يبقى دي. وده عمليه الداتا بلوك ادريسنج. في عندنا فاضل التايمر ادريسنج، موجود عندي داخل ال S7300 في مجموعه من التايمرز بتستعمل، وبيختلف بيختلف العدد التايمرز باختلاف وحده السي بي يو اللي موجوده عندنا. في بعض الوحدات بيبقى فيها 127 تايمر او 128 تايمر، وفي بعض الوحدات بيبقى فيها 256 وهكذا.
لكن التايمرز عندنا بتاخد الرمز تي بيستتبعها رقم التايمر سواء كان 0 او كان 1 او كان 2 او كان 3 حسب التايمر. ممكن اعمل مسافه او ممكن ما اعملش، يعني انا ممكن اكتبه زي ما احنا عملنا كده وممكن ما اكتبش المسافه حسب التايمر اللي موجود عندي. انا بعبر عن التايمر بالرمز تي وبعدين رقم التايمر اللي موجود عندي. في عندي الكاونتر ادريسنج، الكاونترز عندنا بتاخد الرمز سي يليها على طول رقم الكاونتر، فور اكزامبل كاونتر 1، فور اكزامبل كاونتر 10، فور اكزامبل كاونتر 25. بيبقى عندي حرف السي يستتبعه على طول رقم الكاونتر اللي هو بيتحدد بناء على مواصفات وحده السي بي يو. طبعا احنا بنتعلم هذا الكلام عشان نعرف احنا بنستعمل الفاريبلز ايه ازاي، وزي ما احنا شايفين عندنا كده كاكزامبل بسيط جدا ان الادرس اللي احنا بنعمل عليه العمليه بتاعتنا احنا بنستفيد منه وبنفس الطريقه اللي موجوده عندنا. وكل وحده من الوحدات اللي موجوده عندنا او كل عمليه ليها عمليه الادرسز اللي بتتم عليها المختلفه حسب العمليه نفسها وحسب امكانيات العمليه. ودي كانت انواع الادريسنج اللي احنا هنتعامل معاها ان شاء الله خلال البروجكت بتاعنا او خلال الشغل بتاعنا في الدوره دي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.